أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: كل عام أنا أصوم، ولكنني فضيلة الشيخ أصبت بمرض لازمني مع أنني كنت أصوم الاثنين والخميس على مدار العام، هل يشملني الأجر وأنا لم أصم هذه الأيام؟ إذا كنت تنوي صيامها ولولا العذر لصمتها فلك ما نويت، مثل ما الذي يقوم الليل من عادته يقوم الليل ثم سافر أو مرض، فإنه يكتب له أجر القائم نذرا لعذره، المدار على النيات. نعم.